بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتورة سحر محمود عبد الباقي، مدرس الجيولوجيا في كلية التربية جامعة عين شمس. يشرفني إن أنا أتكلم عن البحث بتاعي اللي خد لسه جايزة في المؤتمر الدولي لتطبيقات الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وتشجيع جامعتي ليا إن أنا أقدم البحث في المؤتمر. أنا اهتماماتي كلها في الجيولوجيا البيئية والمخاطر الجيولوجية، بمعنى إن لما بيكون في منطقة جديدة بيحصل فيها تعدين في مؤثرات بيئية، سواء في التربة، في المية، في الهواء، أنا بستمتع إن أنا أدرس المؤثرات البيئية المختلفة دي وأطلع بنتائج تقول المنطقة دي ملائمة بيئياً أو فيها خطر معين. بدي كده يعني خلي بالك إن المنطقة دي فيها خطر معين. وبجد أنا سعيدة جداً إن البحث بتاعي حصل على أحسن بحث في مجال الجيولوجيا في المؤتمر، وده طبعاً نتيجة فريق بحثي. الفريق البحثي لازم يكون فيه فريق بحثي وفي تعاون وتكامل بين العلوم المختلفة، ودي نصيحة لكل زملائي، لأن أنت ما ينفعش تشتغل لوحدك، أنت مش في دايرة لوحدك، لا، أنت محتاج كل تخصص من تخصص العلوم عشان التكامل ما بيننا وما بين بعض. فلما بيكون في فريق بحثي كل واحد بيبقى فيه عصف ذهني، بيبقى فيه أفكار مختلفة، كل واحد بيشارك سواء سي مجال الجيولوجيا، مجال الفيزياء، لأن احنا كلنا بنكمل بعض. وأنا نفسي إن دولتنا الحبيبة إنها تستعين بأبحاثنا لما بيكون في مشروع جديد، لأن احنا بنبقى بنعمل الأبحاث عن منطقة. مثلا أنا شغلي كان عن منطقة تعدين جديدة، تعدين اللي هي منطقة استكشاف الذهب في وسط الصحراء الشرقية، واكتشفنا ان في راديشن، يعني في اشعاع في المنطقة دي طبيعي بدون تدخل آدمي خالص. فاللي هو بنقول خلي بالك لما تيجي تبدأ عملية التنجيم دي، خلي بالك انك هتعمل منطقة سكنية، فنخلي بالنا من الناس اللي هتسكن، نخلي بالنا من العمال، ازاي صحتهم نحافظ عليها. فأنا بتمنى بجد الاستمتاع بالعلم، لأن لما بتوصل لفكرة جديدة وبتوصل لنتائج جديدة أنت بتحس بشعور حلو جدا. وأهم حاجة الفريق البحثي، ودايما يبقى فيه مشاركة في المؤتمرات العلمية المختلفة. وليه؟ عشان نتعرف على جنسيات مختلفة، ما نكتفيش بس ببعض ان احنا نعمل ابحاثنا بيننا وبين بعض، لا، لازم نتشارك مع دكاترة في بلاد مختلفة ونقول افكار مختلفة، فده هيبقى حلو جدا، نوصل افكارنا للعالم. احنا عندنا افكار وعندنا شباب باحثين عندهم افكار كتيرة، لازم ابحاثنا توصل، لازم نسمع صوتنا مش بس في اوضتنا المقفولة، لا، لازم أبحاثنا توصل على مستوى العالم. وده طبعا هيكون بتشجيع من الدولة وبتشجيع من الهيئات البحثية. وبالفعل جامعة عين شمس شجعت إنها بقت دلوقتي بتساعد في النشر الدولي، بقت بتساعد إن احنا نشارك في مؤتمرات، بتساعد في مصاريف البحث، لأن مصاريف البحث دايما هي اللي بتعمل لنا مشكلة. يعني أنا بحثي بيبقى محتاج تحاليل، بيبقى محتاج حاجات، عينات ممكن تسافر برا، ممكن عينة بس تتكلف مبلغ كبير جدا. فأنا فعلا بشكر جامعتي، وياريت الدولة تستعين بأي أبحاث علمية عند عمل أي مشروع جديد. شكرا جدا لحضرتك.